هكذا يعاملون شهادات العراق الماجستير والدكتوراه. الله، هذه هي أطروحة الدكتوراه، هذه هي أطروحة الدكتوراه، وهذه البنت سقطت، وهذا الأستاذ الدكتور سقط. وقعت هي البنية، وقعت. نرش في الماء، هكذا يعاملون، هكذا يتم معاملتنا من قبل الحكومة العراقية حملة الشهادات العليا، هكذا يعاملونا. هذا هو حال حامل شهادة الماجستير والدكتوراه في العراق. نحن سلميون ولا ننتمي إلى أي أحزاب أو أي جهة سياسية. نناشد الأمم المتحدة، نناشد الاتحاد الأوروبي، نناشد كل دول العالم، منظمات الدولية، التدخل لإنقاذ الشهادات العليا في العراق. أنقذوا الشهادات العليا في العراق. صور صور الشهادات العليا في العراق. العلم أين يذهب في العراق؟ في عراق النفط، في عراق 100 مليار دولار سنويا. الشباب تستغيث، الشباب والنساء تستغيث، حملة الشهادات العليا يستغيثون. المرجعية هون. Vamos a ver.